سيناقش مجلس الوزراء اليوم الأربعاء مشروع القانون المحدد للأحكام العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وسيفتح هذا المشروع الذي تحوز قناة النهار على نسخة منها المجال أمام الخواص للاستثمار في مجال خدمات الهاتفية الثابت والأنترنت، لينهي بذلك احتكار شركة اتصالات الجزائر لمجال خدمة الأنترنت في الجزائر. معي الخبير في التكنولوجيا السيد يونس جرار عبر الهاتف، مرحبا بك. مساء الخير. طيب، في رأيك ما الذي يمكن أن يقدمه هذا القانون في حال طرح للنقاش وتمت يعني أو تم اعتماده؟ هو يعني المهم لابد من القول بأن مجال الهاتف الثابت ومجال الإنترنت هو مفتوح للخواص منذ سنة 2000 وموجب القانون 2003، ولكن ما الذي يأتي به هذا القانون الجديد هو أن اتصالات الجزائر لها الحق والقانون يسمح لها بأن تفتح الشبكة تاعها لمتعاملين خواص بما يسمى تفكيك الشبكة، ديغروباج، يعني تقدر تتعاقد مع متعامل خاص للقيام بإيصال الكوابل، سواء كانت كوابل نحاسية أو الألياف البصرية، إيصالها إلى الزبون أو بما يسمى الكيلومتر الأخير، لأن الحكومة أظن أنها استقر رأيها على أن اتصالات الجزائر منذ تأسيسها أكثر من 15 سنة لا زالت تتخبط في مشاكل توفير هذه الخدمة بالنوعية الجيدة وتوفير الإنترنت فوق السريع. سيد يونس جرار، ما يهم المشاهد الآن والمواطن البسيط هو أنه هل هذا القانون سيحسن من وضعية هذه الخدمات في حال فتحه أمام الخواص هذا المجال؟ هو حسب تجربة كثير من البلدان في العالم، فتح الكيلومتر الأخير أو ما يسمى بتفكيك الشبكة ديغروباج حسن الخدمة، مدام يصبح المواطن يتعامل مع بعض الخواص اللي ممكن يكونوا شركات اللي تسمى بمتعامل الأحياء، يعني مثلا هناك أحياء لا تصلها الاتصالات ولا الانترنت، يعني غير متوفرة رغم الجهود اللي قاموا بها ورغم الاتصالات بالشركة اتصالات الجزائر، بقات هذه الأحياء معزولة. فالآن لما تقدم شركة خاصة، ومعروف شركة خاصة بالديناميكية تاعها وبالفكر التجاري، فتقدر يعني بالتعاقد مع اتصالات الجزائر هي اللي تقوم بتركيب هذه الكوابل وإيصال الخدمة لهذا الزبائن، وهم اللي يبقوا المتعامل الذي سيتعامل مع هؤلاء الزبائن. نعم. اللي هم في الأخير هم مشتركي اتصالات الجزائر، فراح عدد المشتركين راح يزيد، الخدمة إن شاء الله راح تتحسن، ولكن يبقى دائما الشرط الأساسي هل اتصالات الجزائر والمصالح اتصالات الجزائر حتتعامل بإيجابية مع هذا القانون الجديد ومع هذا الإجراء الجديد، أم تبقى بالعقلية الإدارية وتغلق المجال ونرجع هذا ما ستكشف عنها الأيام المقبلة في حال تفعيل هذا القانون. شكرا جزيلا لك سيد يونس جرار، كنت معي عبر الهاتف، شكرا.